السلام عليكم. الفيديو ده للمشتركين في باقات وعروض الدي اس ال من فودافون، واللي فيها اقولك على طريقة التواصل مع خدمة العملاء وارقام خدمة عملاء فودافون دي اس ال. لكن في البداية ما تنساش تشترك في القناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية. واول رقم لخدمة عملاء فودافون دي اس ال هو 2828. تقدر تكلمه من اي رقم فودافون بتكلفة 50 قرش لكل الانظمة ما عدا نظام الخط. الأرقام الأرضية وأول رقم هو 02-25-29-28-28. الرقم الثاني هو 02-25-22-43-28. ثالث رقم 01-48-60. تكلفة المكالمة نفس سعر مكالمات الخطوط الأرضية. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجاية. شكرا ليك والسلام عليكم.